السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. المنشطات الجنسية، هل هي علاج ولا هي منشطات جنسية؟ أي التسمية أصح؟ الفيديو ده أنا بعمله إجابة على أحد التعليقات أو إجابة على سؤال لأحد الأفاضل. كان فيديو عن المنشطات الجنسية وأيها أو أيهم أنسب ليك لتستخدمه. المنشطات الجنسية ثلاثة المعروفين: فياجرا، سيالس، ليفيترا. فكتب في التعليق إن هذه ليست منشطات وإنما هي علاج. وعشان كده حبيت أعمل هذا الفيديو عشان أوضح التسمية اللي تنطبق على هذا النوع من الدواء. فخليكم معايا، خلينا نشوف في البداية إيه هو ضعف الانتصاب بالظبط وتعريفه وإيه اللي بيحصل أثناء هذه الحالة. يبقى ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على الانتصاب أساسا، أو يبقى فيه انتصاب بس مفيش قدرة على مواصلة هذا الانتصاب. وبتظهر الموضوع ده بصورة أوضح عند كبر السن بعد سن 50 أو 60، وكل ما الواحد يكبر كل ما بيكون عرضة لعدم الانتصاب. فابتدي الواحد يفقد القدرة على الانتصاب خالص، أو يبقى عنده انتصاب بس مش قادر يستمر فيه، ينتصب دقيقة ولا حاجة وأثناء الممارسة يحصل وهن، أو يفقد الرغبة الجنسية تماما نتيجة الاتصال العصبي مش تمام. أخونا اللي كتب التعليق ربما يقصد علاج يعني دواء، لا يقصد علاج يعني يعالج المشكلة. ليه؟ لأن هذه الأدوية السيالس والفياجرا والليفيترا لا تعالج ضعف الانتصاب. أنت بتاخد الفياجرا النهاردة، مفعولها بيعمل هذه الأدوية بتضخ الدم في الأوعية الدموية. لما تضخ الدم في الأوعية الدموية اللي موجودة في القضيب، فالقضيب ينتفخ وينتصب. لو ما فيش انتصاب من الأساس، لما الدم يضخ يحدث انتصاب، ولو في انتصاب ضعيف، لما الدم يضخ الانتصاب يكون زيادة، ولما يكون في انتصاب طبيعي لما الدم يضخ زيادة يكون الانتصاب أكثر مما كان عليه. فإذا هي مفعولها إنها إيه؟ بتزيد الانتصاب مؤقتا. خدت الفياجرا النهاردة عندك انتصاب النهاردة كويس، بكرة ما بتاخدش فياجرا ما فيش عندك انتصاب، يعني لا تعالج الانتصاب. فهي ليست علاج وإنما ساعدت على الانتصاب، يعني نشطت عملية الانتصاب، يعني منشط جنسي. طب لو خدت الفياجرا هذه لمدة شهر هيبقى عندك انتصاب طول الشهر، توقف الفياجرا بعد الشهر يرجع الوضع لما هو عليه وربما أسوأ مما كان. يبقى إذن لم تعالج ضعف الانتصاب وإنما نشطته أو حفزته أو ساعدته، فإذن بنقول عليها بوستر، حتى بوستر. وبالتالي هي ليست علاج وإنما هي منشطات. طب إيه هو العلاج؟ هنقوله بعد كده. لكن من ناحية إنها دواء، إحنا بالشعبي أو البلدي بنروح للصيدلية نقول له اديني علاج، هو نقصد ادينا دواء. العلاج ده اسمه ايه؟ اسمه أسبرين، اسمه نوفالجين، اسمه بنادول. يعني احنا بنستخدم شعبيا كلمة دواء تساوي علاج. العلاج ده يعني الدواء ده، فده يمكن اللي كان يقصده بكلمة علاج وليس المقصود انها تعالج المرض. والأدوية كلها مش علاجات، في أدوية علاج وفي أدوية منظمة وفي أدوية منشطة. الأدوية المعالجة يعني مثلا واحد عنده دور إنفلونزا بياخد أدوية بيتعالج ويخف وخلاص ما بيبقاش عنده إنفلونزا، إلا لو أصيب بعد كده بإنفلونزا بعد سنة بعد شهر كده. دواء الكوليسترول، واحد عنده كوليسترول عالي بياخد علاج بينخفض عنده الإيه؟ الكوليسترول، خلاص بيتحسن بعد ما ياخد العلاج لفترة معينة، علاج للكوليسترول، انخفض عنده الكوليسترول وانتهينا، لا يعود الكوليسترول لزيادة إلا لو هو لخبط في الأكل تاني. يبقى إذن ديت اسمها علاجات. واحد عنده مشكلة ما، التهاب في المجاري البولية وعنده حرقان في البول زي مثلا السيلان، بياخد أدوية بعد ما بيخلص بيخف انتهى ما بقاش عنده سيلان، فدي اسمها علاج. أدوية علاج تؤدي إلى علاج الشيء.
في أدوية منظمة لا تعالج وإنما تنظم فقط. أدوية السكر تاخد، في بعض أدوية السكر تاخدها تظبط السكر، ما تاخدهاش السكر بتاعك زي ما هو. فإذا ديت أدوية تنظم السكر في الدم، وفي أدوية منشطة. أدوية منشطة هي الأدوية هي إيه؟ هي كل ما ليس طبيعي، منتجات كيميائية بتسمى دواء. ففي أدوية منشطة تاخد فيتامينات مصنعة منشطة، ممكن تكون سليم تماما وتاخد فيتامينات تحس ان انت افضل ولكنها لا تعالج شيء. وطبعا في فيتامينات تعالج، تاخد فيتامينات لعلاج الانيميا بتعالج لك الانيميا وهكذا. الادوية اللي احنا بناخدها لتحسين الحالة الجنسية منشطات جنسية، لانها تحسن الحالة الجنسية ولا تحسن الانتصاب ولا تعالج الانتصاب بشكل تام. طيب طالما هي بقى احنا كده عرفنا التعريف، ان دي مش علاج وانما هي منشطات، عشان اشعر بتأثيرها المفيد لازم اخدها. يعني اللي ياخدها لازم ياخدها العمر كله، اللي ما عندوش انتصاب لازم ياخد الفياجرا دي العمر كله الا لو عالج المشكلة. العلاج بقى ايه هو طالما دول منشطات؟ طب العلاج اللي هو ايه؟ عشان كده بننصح الناس ما تاخدش الحاجات ديت إلا لفترة مؤقتة، بس تبحث عن العلاج الحقيقي. وبنقول للناس الشباب ما تاخدوش، خليك طبيعي أفضل. هو صحيح عما ياخده هيكون عنده الانتصاب طبيعي بس هيبقى أشد، فعشان كده بياخدوه الشباب عايز أكتر، لكن من الأفضل إنه يتنته طبيعي. ليه؟ لأنه أقل شيء، أقل ضرر لهذه الأمور لهذه الأدوية إنه هيتعود عليها نفسيا، حتى يبقى عنده احساس نفسي انه مش هيعرف ينتصب الا لما ياخد. طب ايه هي العلاجات؟ نشوف ايه السبب، نشوف ايه السبب وراء ضعف الانتصاب او عدم الانتصاب ونعالجه. خلينا نراجع اسباب بسرعه كده، اسباب الايه؟ عدم الانتصاب. في اسباب عضويه واسباب نفسيه. الامراض زي امراض القلب، السكر، العادات السيئه، unhealthy lifestyle، التدخين و الشرب. بعض الأدوية ممكن تجيب ضعف انتصاب، وبرضو الجراحة ممكن من ضمن مضاعفاتها في المنطقة ديت ممكن تقطع العصب، تبوظ الأوعية الدموية، فتؤدي إلى إيه؟ ضعف الانتصاب. فبنكشف ونفحص، لو عرفنا أن في أسباب معينة بنعالجها، ولحد ما نعرف السبب ونعالجه ممكن ناخد بال إيه؟ المنشطات الجنسية اللي احنا بنقول عليها. فالعلاج يشمل أساسا هو علاج السبب، بس علاج السبب في إطار آخر وهو أسلوب الحياة الصحي. يعني أسلوب الحياة الصحي اللي احنا بنناشد إليه هو العلاج الحقيقي الدائم لمشكلة ضعف الانتصاب، زي ما هو برضو العلاج الحقيقي الدائم لكثير من الأمراض. يعني انت لو كان السبب السكر مش هتعرف تعالج السكر إلا لو اتبعت أسلوب الحياة الصحي. هتاخد حبوب النهاردة، ما احنا قلنا الحبوب بتاعت السكر منظمة فقط لا غير، حتى انك تاخد حبوب السكر العمر كله ومش هيتحسن السكر، هينزل صحيح لكن مش المشاكل بتاعته مش هتتحسن، الانتصاب مش هيتحسن. فاذا انت بتعالج السكر، واهم من كده انك انت بتتبع اسلوب الحياة الصحي. امراض القلب بتعالج المرض اللي عندك لو كان هو السبب، في إطار أسلوب الحياة الصحي. أسلوب الحياة الصحي من ضمنها ممنوع التدخين، ممنوع الكحوليات. لو كان بقى السبب أدوية أنت بتاخدها، بتبدل هذه الأدوية، بتستشير الطبيب المعالج بيغير لك الأدوية دي بأدوية لا تؤثر على الانتصاب. لو كان السبب بقى جراحة، يعني ده بقى اسمتك ونصيبك، احتمال العلاج يبقى صعب، لكن بترجع للجراح اللي عمل لك الجراحة وتشوف رأيه. وكل الهيصة دي في إطار الإيه؟ أسلوب الحياة الصحي. يعني أسلوب الحياة الصحي هو العلاج الحقيقي لضعف الانتصاب. والمنشطات ما هي إلا تحفيز ومنشط مؤقت يساعدنا على الانتصاب لحد ما نشوف حل للمشكلة الحقيقية. وربنا ما يوري حد أي مشكلة، لا في انتصاب ولا في غير انتصاب، ويديم عليكم جميعا الصحة
والعافية، ونشوفكم بخير في فيديو قادم إن شاء الله.